كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا. كم ندعو الله، كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة. لا زلت أحاول أيها الكرام الأحباب أن أعرف نفسي وأعرفكم على أبواب الجنة، لعل الله جل وعلا أن يكتبنا من سكانها، وأن يعيننا وإياكم على الدخول من أبوابها، وأن يرزقنا وإياكم العمل لها. وهذا هو اللقاء الثالث حين أتكلم معكم فيه في أبواب الجنة عن أول أمة تدخل من أبواب الجنة. أول الناس دخول الجنة مين؟ بعد النبي عليه السلام وبعد الأنبياء المرسلين، أول أمة تدخل الجنة فضلا وكرما من الله جل وعلا، ثم بشرف انتسابنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أول أمة تدخل الجنة، أمة لم يدعو عليها نبيها عليه الصلاة والسلام، أمة لم يأخذها الله جل وعلا بعذاب عام، أمة ادخر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بدل أن تكون عليها كانت لها يوم القيامة، أمة النبي عليه السلام، أول أمة تدخل من أبواب الجنة. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون، يعني احنا جايين فعلا في آخر الناس، بس احنا يوم القيامة أول الناس، أول الناس تدخل الجنة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الأمم دخولا الجنة، ونحن أول الأمم دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فضلا من الله جل وعلا، لأننا من أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أمة النبي عليه السلام أول أمة تدخل الجنة. ده مش كده وبس، لا، ده هي أكثر أمة في الجنة، ده هي أكثر أمة ستدخل الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام أحمد والحاكم وروى الترمذي وابن ماجة وهو عند ابن حبان والطبراني وصححه الألباني، من حديث بريدة وحديث أبي موسى وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، صلى على النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمم 20 و100 صف، الأمم 20 و100 صف، وفي رواية: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. حديث المقلوبة له: الأمم 20 و100 صف، أنتم، يعني أمة النبي، أنتم 80 منها، ثلثين أهل الجنة. الحديث بتاع أبي سعيد اللي يخوف في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال، حديث أبي سعيد قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، من كل 1999 واحد في جهنم، واحد بس في الجنة. فالصحابة خافوا، فشق ذلك على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى البشارات اهي، درجات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة: الله أكبر، فرحهم، يعني احنا الربع، مع أنه 999 من 1000 في النار وإحنا الربع بس، كبر الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة: الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة، قالوا: الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وإنما مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. الشاهد يا أخوانا أن أمة النبي مش نص بس، ده الحديث اللي بنقوله، تلتين الأمم.
أول أمة تدخل الجنة لأن الله، اسمع، لأن الله يحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان ربنا بيحب أمة النبي ربنا جعلها تلتين أهل الجنة. خلي بالك، لم يظلم ربك جل وعلا الأمة من قبلنا، لم يأخذ الله جل وعلا حق واحد ممن كان قبلنا أبدا، لكن فضل ربنا علينا لأن الله أحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أحب نبيها وأحب الأمة، لأن الله جل وعلا أكرم نبيها وأكرم الأمة، لأن الله جل وعلا أراد الخير بنبيها وأراد الخير بهذه الأمة. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أول أمة تدخل الجنة فضلا وكرما من الله جل وعلا. أحب الله أمة النبي لدرجة، اسمع بقى دي عشان تفرح إنك من أمة النبي، ارفع راسك لتناطح كواكب الجوزاء، أنت مع النبي، أنت من أمة النبي اللي هتدخل الجنة مع أول الداخلين. أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، اسمع عشان تفرح إنك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، الحديث ده له روايتين، هقول لك مجموع الروايتين. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لليهود والنصارى والمسلمين برجل استعمل أجراء على أن يعملوا له من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى الغروب، فجاء اليهود فعملوا من طلوع الشمس إلى الظهر ثم تركوا العمل، فقال لهم أكملوا عملكم واستوفوا أجركم، قالوا لن نكمل عملك ولا حاجة لنا إلى أجرك. فاستعمل الرجل أجراء، دول مسوا وما خدوش حاجة، فاستعمل أجراء، فجاء النصارى فعملوا من الظهر إلى، المفروض يعملوا من الظهر إلى المغرب على نفس الأجر، عملوا من الظهر إلى العصر ثم تركوا العمل، قال أكملوا عملكم واستوفوا أجركم، قالوا لن نكمل لك عملك ولا حاجة لنا إلى أجرك. فجاء المسلمون، اسمع، فعملوا من العصر إلى المغرب وأخذوا أجر الفريقين، وأخذوا أجر الفريقين. الرواية الثانية أن اليهود عملوا من الصبح إلى الظهر على قيراط، ثم جاء النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر على قيراط، يعني وقت اليهود أطول وقت النصارى أقل، ثم جاء المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب على قيراطين، أجر مضاعف وعمل قليل. فقال أهل الكتابين، النبي عليه الصلاة والسلام قال، فغضب أهل الكتابين، فقال الله جل وعلا أظلمتكم من حقكم شيئا؟ يعني الشغل اللي انتوا اشتغلتوه يساوي الأجر؟ هو يساوي الأجر والزيادة كمان، كرم منك يا رب. أظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال الله جل وعلا فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء من خلقي. أراد الله أن ينزل فضله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاها أكثر من الأمم قبلها، وأوفى لها الأجر أعظم من الأمم قبلها، وأدخلها الجنة أول أمة قبل الأمم قبلها، فضلا وكرامة من الله جل وعلا. ولم يظلم ربك أحدا لتقول الحمد لله أني من أمة النبي، الحمد لله أنني مستمسك بهدي النبي. لعل الله جل وعلا أن يجعلنا مع أول من يدخلون الجنة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسألك ربنا أن تكرمنا بشرف الانتساب لأمة نبينا، وتتمم علينا النعمة بالدخول مع أول الداخلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.